نكمل يا شباب. ليكتشر دي بتتكلم عن الووتر بادجت، الميزانية المية، اللي هي من الآخر كده احنا معندناش غيره اللي هو نهر النيل. فنستكمل سريعا كده السلايدز دي متكررة يا شباب، بس مش أكتر، معرفش دكاترة مكررينها ليه. المهم الووتر سايكل زي ما قلنا، أي حاجة يعني إيه سايكل؟ يعني حاجة بتروح وتيجي لنفس المكان. فالشمس بتعمل شوية بخار، تطلع تتكون في صورة سحب، تنزل في صورة مطر والكلام ده، تمام. بعد كده ممكن تترسب، تنزل سوري يعني على طول في النهر، ممكن تعمل بحيرة تدلدق تنزل هنا، ممكن تتسرب في مهجة في صورة مهجة وفية تسرب هنا، أيا كان، بس المهم إن هي ترجع تاني. هنا بقى عندنا معادلة بسيطة، الخمسة سطور دول لازم يتحفظوا، تمام. بس أنا عشان يبقوا سهلين هنعلمهم مع بعض إزاي. دي معناها المطر اللي بينزل، ده الرن أو اللي هو بيسموه الرن فلو، اللي هو المجرى المياه الداخل، تمام، اللي هو ده، وده المياه الجوفية اللي داخل. طب ده اللي داخل لازم يساوي اللي خارج، فدلوقتي مياه نازلة ونهر داخل او منبع نهر داخل ومهجة وفيها داخل بتساوي الاي تي، ده اللي هو ايفابوترانسبيريشن. اللي هو ايه الايفابوترانسبيريشن ده؟ اللي هي المياه اللي طالعه الخارجه، سوري، البخار، وكمان المياه اللي خارجه، ونزود عليها كمان مياه جوفيه اللي خارجه. وايه الدلتا اس ام دي؟ الدلتا اس ام دي اللي هي ممكن نقول عليها الحاجه الجافه او اللي ما فيهاش ميه، تمام. طب وايه الدلتا اس جي؟ الدلتا اس جي ده اللي هي اللي فيها ميه، او الحاجات اللي هي تحتها، او ممكن اقول عليها طينه، يعني اللي هي تحتها فيها مياه جوفيه، تمام. ففي منتهى البساطه احنا ممكن اصلا نشيل دول ونحط مكان دلتا اس. ايه الدلتا اس دي؟ خصوبه التربه. يعني ايه خصوبه التربه؟ بشوف قد ايه عندي التربه دي، قد ايه يابس وقد ايه ميه، بجمعهم طبعا، بتبقى بنسب، يعني ممكن تبقى حاجه بالنيجاتيف والبوزيتيف، فبيطلع لي رقم في الاخر، اشوف في الرقم ده خصوبه التربه. المهم خصوبه التربه الدلتا اس ام مع دلتا اس جي، تمام، اللي هو المويتشر اللي هو الرطب مع الجراوند، او اللي بيسموه حاجه جافه يعني، تمام. اكيد مش جي مع اخصار جاف يعني، لا، هي اخصار جراوند. طب الدلتا ار فرق الران اوف بتاع الميه اللي خارج ماينس اللي داخل، نفس الكلام في المياه الجوفية، اللي خارج ماينس اللي داخل. البي احنا ممكن نقول عليها ايه؟ نخلي بالك يا شباب، الاي تي ده ثابت اهو، وقلنا ممكن نشيل دول نحط دلتا اس. طب الار او، مش الار او ماينس الار اي بيساوي دلتا ار؟ طب انا لو وديت دي بالنيجاتيف، اللي هي لو وديت دي بالنيجاتيف هنا يبقى عندي دلتا ار، ولو وديت الجي اي هنا يبقى عندي جي او ماينس جي اي دي جي، فيبقى البي هو اي تي بلس دلتا ار دلتا جي دلتا اس، يطلع لي في الاخر البي. يبقى سريعا تاني، هي ميه داخله ار اي جي اي وميه نازله، الثلاثه دول. بعد كده عندي حاجه طالعه، ميه خارجه، ميه خارجه، خصوبه التربه، الخمسه دول. الدلتا اس هو المجموع الاثنين دول، دلتا ار ديفرنس، فيجمع لي في الاخر الايكويشن دي. ده طبعا الترمينولوجي بتاعهم. نهر النيل هنا نضيف شويه في اسوان طبعا. المهم النايل ريفر ده طوله، مش مهم الارقام دي برضو مش مهمه. إيه الدول دي؟ بس تقراها بس برضو مش مهمه. من اول هنا بقى نبتدي نركز في الارقام، عشان هنبتدي ناخد شويه نوتس كده مع بعض. اول نوت هناخدها الحوار ده اللي هو 2100 بليون كيوبيك متر في كل ياردة، تمام. بس ده بالنسبة لاتفاقية 1959 اللي تمت ما بين مصر والسودان، إن إحنا حصتنا من نهر النيل 84 مع بعض، 10 بيروحوا في الهاي دام، 55 بيروحوا لمصر، 18 ونص بيروحوا للسودان. طبعا السودان ليها يعني منابع تانية يعني، تمام. بس قبل الحوار ده كان بيبقى إن إحنا بناخد 48 والسودان بتاخد 4، بس حصتنا زادت بعد المعاهدة دي. طبعا ده اللي هو وادي النيل، دي نسب مش مهم خالص، النسب دي يا شباب مش مهم خالص، كل ده فاكس. دي مسألة نهر النيل اللي بتيجي أشرحها لكم،
في الفيديو اللي بيجمع المسائل من أول بقى هنا نركز مع بعض. في 3 major sources، إيه هم؟ الهضبة الاستوائية، الهضبة الأثيوبية، وهضبة جنوب السودان. تمام، يبقى هضبة استوائية، هضبة أثيوبيا، هضبة جنوب السودان. 85% من النهر بتاعنا اللي بيجي عند أسوان، اللي هو أول حتة بيجي فيها من النيل لمصر، هي من هضبة أثيوبيا، تمام، أو منبع أثيوبيا. تمام، البلو نايل ده معناه إن البلو نايل معناه زي ما نقول إيه كده، من كتر المية أنت بتحسها إنها أزرق، فأنت عندك مية كتير. لكن الوايت نايل ده معناه إن فيه لوس كتير في النهر. تمام، فنخلي بالنا من الترمينولوجي ده، ان هو البلو نايل يعني عندنا لوس قليل، لكن الوايت نايل احنا عندنا لوس كبير. تمام، او ممكن نقول ان الاوجمنتيشن بتاعت النايل ريفر بتبقى بتخسر كتير قوي، فممكن نقول ان ده كده وايت. حلو كده. بالنسبه بقى لجنوب السودان، بيبقى عندها الجانجل كانال، بيبقى عندها توفيز يعني منبعين، او زي كده النهر دلتا عندنا بتبقى فرعين. تمام، كل واحد فيهم بيبقى 4.8 بليون كيوبيك متر بيخسر فيها. يعني اللي عندنا المارشال مارشز ده بيبقى 4.5، بحر الغزال بيبقى 5. فاحنا لو واخدين بالنا دي الوهلة كده، هنلاقي ان بحر الغزال هو الاكبر، بس هي بقى تركه اللي لعبت عليها الدكاتره الترم الاولاني، ان هنا الجنجل كان هي تو فيسز، كل فيس بياخد 4.8، فلما نجمعهم وش هيكون هو اكبر حاجه، فاكبر الخساره في جونيور كانال. وده مهم قوي السؤال ده. فاكس المساله دي انا هشرحها عشان دي اللي جت في الميد ترم بتاعت دفعه 2020 بتاعت الكورونا دي اللي احنا يعني مهم. لو احنا عندنا هنا دي الووتر ريسورسز بتاعنا، يعني الووتر ريسورسز يعني منابع المياه بتاعتنا. لو احنا عندنا هنا ريفر نايل، والمية اللي بتيجي من بواقي الزراعة بقت مية المجاري المغزى يعني، والمية اللي بتيجي تاني من الاندرجراوند وبتاع وكل الكلام ده، نقعد نجمع بتاعت الزراعة وبتاعت التريتد اللي احنا بنعالجها وبتاعت التحلية وبتاعت الصناعة وكل الكلام ده، يبقى الرقم ده. طيب ده كده ايه ده بينجي، ده كده الحاجات ان احنا المحتاجين، سوري، اللي بيجي لنا ده كده توتال اللي بيجي لنا. طيب احنا اصلا اللي هو ربنا خلقه لنا اول اربعه دول، حلو، فاول اربعه دول يعني المنابع الرئيسيه دول احنا بنزودهم. طيب تعالوا نشوفها في منطلق تاني، انا بشرح لكم بس الدياجرام، انا بعد كده اقول لكم الامتحان جه ازاي، عشان انا عارف ان ده الناس بتفكر في كده، بس برضه لازم نفهم عشان هو ممكن يلعب باي طريقه. احنا اصلا محتاجين 57 عشان الزراعه، و8 و9 عشان البيوت، و7 ونص عشان الاندستري الصناعه، وعايزين 2 و4 عشان نحطهم في بحيره ناصر نخزن نحوش شويه ميه. فاحنا كده الكو اللي احنا عايزينه بالنسبه ل 2011 طبعا هو 75 و9. طب احنا اصلا لو جينا جمعنا دول 55 واحد 56 61 يعني ممكن نقول 63 64 نقول 65 حتى، يعني من 65 75 او تقريبا في فرق 10 او فرق 9 او سوري او فرق 11. طيب الفرق ده نجيبه منين؟ بدأنا بقى ايه، نعيد استخدام شوية مياه الزراعة، نعيد استخدام مية التحلية او بنحل مية، بناخد مية الصناعة نعالجها، الكلام ده كله. تمام، عشان يوصل ان ده قد ده. لعب بقى ازاي في الامتحان حضرتك؟ معلومة قالها الدكتور، لازم الرقم ده يبقى زي الرقم ده، فكان مخبي الرقم ده فين ده. قال احنا المفروض بس طبعا مش 7.2 يعني، لو في ناس حافظاها لا، هو كان مغير في الارقام دي بالنسبه بقى ل 2000 ومش فاكر 2018 2017 حاجه كده. فطبعا هو كان عامل رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا ورقم هنا، بس مش عامل التوتال. فاحنا بالتالي اللي حل راح اجمع الارقام دي وكتب هنا التوتال كام. بعد كده لازم هو يخلي التوتال ده زي التوتال ده، فده كان فاضي وده كان فاضي وده كان فاضي، هو كان بيسال بقى على الرقم ده.
فطبعا احنا بمنتهى البساطه رحت جمعت دول حطيتهم هنا، الرقم ده خدته زي ما هو حطيته هنا. بعد كده عملت ايه؟ كان بيديك كل الارقام في الصف ده ما عدا ده، فانت في منتهى البساطه تجمع ده وده 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 والثلاثه دول مع بعض بلس اكس اللي هو ده اللي انت مش عارفه بيساوي رقم ده، جيب اكس بمنتهى البساطه. حلو كده، ده كانت المساله الناس كلها كانت مستصعباها، بس طبعا في ناس هبدتها وفي ناس حلتها، بس يعني دي الاجابه يعني. تمام، احنا لو جينا بصينا كده شويه حسابات هنلاقي ان احنا خط الفقر تمام بيبقى 1000، دي معلومه الدكتور قالها بس مش موجوده في السلايدز، فالنوت اللي احنا خط الفقر بتاعنا لازم يكون 1000. احنا 600 بناخد، كل واحد بياخد 600 في السنه تمام، فطبعا دي قليله قوي، احنا المفروض كل واحد ياخد 1000 متر مكعب، فاحنا كده تحت خط الفقر بالنسبه للميه. تمام، دي بقى شويه اسئله بيقول هل الوتر بادجت بتاعتنا هتتأثر من 2025 ل 2050؟ هتتأثر ايه؟ طب حوار ان اسيبه تبني ناقص سد النهضة هل ده هيأثر علينا؟ ان 10% بتاعتنا تقل، شايفين يا شباب ال 10% دي؟ ممكن يقول لك معلومة ان هي 10% راح جايب لك قبل السد وبعد السد، كلها هتعمل تقسم من 10، هيبقى اسئلة تافهة. طيب هل في مية هتقصر؟ اه هتقصر. تمام، كل الاسئلة دي ممكن تيجي. اعمل إيه شوية 3 5 حلول، ده طبعا كانت مناقشات في الايه في الليكتشر. المسألة دي طبعا انا قلت ايه اشرحها لكم في الفيديو اللي هجمع الأسئلة. شكرا يا شباب، اشوفكم في الفيديو بتاع الأسئلة.